عبر الأقمار الصناعية مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة تنضم لنا الأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر الدكتورة أمنة محمد نصير. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا. تابعت معنا التقرير، تقرير تحدث عن القاهرة، اعتبرها أكثر المدن الكبرى خطرا على النساء في العالم. تعليقك بداية على هذا التقرير وهذا العنوان. أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهد الكريم، واسمحي لي قبل أن أدخل في تحليل هذه القضية الشائكة، أنا أحيي بنتنا عفاف الشريف وأهنئها، وأحيي الشيخ محمد بن راشد أنه يولي وجهه والاهتمام بالثقافة وبلغتنا العربية الجميلة، فلكم جميعا مني كل التحية والتقدير لهذه المقدمة. شكرا لك دكتور. أولا مسألة أن القاهرة لم تعد آمنة على المرأة، الحقيقة اسمحوا لي أن أحلل هذا الأمر لأن له أبعاد كثيرة. أول، إحنا في هذه المرحلة نعيش على ركام ثقافي سلبي، على تقاليد سلبية ضد المرأة، على تراجع في النظرة القوية. المرأة التي كان لا يقال لها إلا يا هانم، يعني حتى لا كانت لا يقال لها اسمها مجرد من اللقب. ما الذي دهانا ولماذا وصلنا إلى هذا؟ اسمحوا لي أقول الآتي. أولا، ظهور هذا التدين الشكلي من خلال أهل الجمود وأهل التطرف الذين ما في شك أنهم اجتلبوا كثير من ثقافة بعض دول الجوار في نظرتهم للمرأة، نعم، التي كانت تحوز على أعظم احترام وتقدير في بلادنا من صعيدنا إلى بحرنا. نعم. ما الذي حدث؟ هذا الأمر الأول الذي ألوم عليه، أن هجرة كثير من الأسر المصرية إلى دول الجوار ثم عادوا وهم يحملون ثقافة وقيم. نعم دكتور. وفتاوى. فقط إذا سمحت لي نظرا غريبة الوقت، أريد أن أستغل وجودك معنا غريب. في نقاط أخرى دكتورة. نعم. آمنة، يعني موضوع اتفضلي. موضوع حتى يعني في الدول العربية ككل، في دول العالم حتى، يعني تعرض المرأة للتحرش الجنسي كما شاهدتي معنا في الفترة الأخيرة، حتى في هاشتاغ أطلق على موقع تويتر أصبح عالميا في أقل من 24 ساعة، أنه أنا أيضا وكل النساء يشاركنا قصصهن مع التحرش الجنسي. هناك بعض النساء تعرضن فعلا للتحرش الجنسي، لكنهن إذا ما تحدثنا عن الدول العربية تحت طائلة الفضيحة أو العيب أو عدم التحدث، أو إذا تحدث فإن العادات والتقاليد لا تسمح، لم يستطعن البوح بما أصابهن. إلى أي مدى يجب علينا تجاوز هذا الخط، خط العيب وخط التقاليد وخط المجتمع والبوح بما يعني أصابهن من قصص، وهذه خطوة نحو محاربة التحرش الجنسي؟ نعم، أقول لهذه الفتاة أو لهذه المرأة التي يتم لها هذا العمل القذر، البعيد عن الدين، البعيد عن تقاليدنا، البعيد عن موروثنا، كوني قوية ولا تخجلي. ده من فعل معك هذا هو الذي يخجل، ولست أنت. أنت إنسانة عظيمة وسيدة شريفة وابنة كريمة، ولا بد أن يكون لديك الشجاعة والقوة في مواجهة هذا التدني في أخلاق بعض شبابنا. أتمنى أيضا أن أنا أجد كثير من الشرطيات النسائية أو الشرطة النسائية، لابد أن نجد لهن وجود في شوارعنا وفي أزقتنا وفي بلدنا على مستويات مختلفة، حتى يكونوا شهداء وشاهدين على ما يحدث للفتاة المصرية في بعض المواقف. شكرا جزيلا لك دكتورة أمنة محمد نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة المصرية القاهرة.